بيحطوا مصلحة نادي الزمالك قبل مصلحته الشخصية. كابتن طارق يحيى، مساء الخير. كابتن طارق، مساء الخير يا كابتن طارق، ازي حضرتك؟ انا مش سامعين حاجه. كابتن طارق يا الله شباب، يخليك مش حبيبي سامعين صوت خليل. كابتن طارق يا جماعة في الاستوديو. مساء الخير يا كابتن، انا يا ميدو، مساء الخير يا حبيبي، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الف مبروك النهارده يا كابتن. احنا مش الله يخليك سامعين. يا حبيبي، الله يبارك فيك. تمام كده، كابتن طارق بالتعليق وعلى معايا كابتن عصام الحضري وكابتن جمال. قالوا لي يا حبيبي، انا مرت عليهم والله، جمال عايزين وعصام نقطع فيك، عايزين نقطع لا فيك. لا لا مبروك يا ايدر. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يخليك يا حبيبي. كابتن طارق، هل هزيمة مباراة أسوان الأخيرة اللي هي كانت أول مباراة ليك، هل النهاردة كانت حطاك تحت أي ضغوط، ولا أنت شايف إن مش طبيعي؟ أكيد مش طبيعي إن الزمالك يتغلب من أسوان، لكن مع الغيابات اللي كانت موجودة في مباراة أسوان، إن كان ممكن النتيجة دي تحصل، والنهاردة كنت بتحاول إن أنت تقول للناس إن لأ، ده كان ظرف طارئ او كان مباراة فيها ظروف خاصة، والنهاردة هو ده الشكل الحقيقي اللي يقدر طارق يحيى يقدمه مع فريق الزمالك. لا طبعا ما فيش شك، كانت بتمثلي ضغوط كبيره جدا. انت خسران مباراه يعني ما ينفعش نخسرها، زي ما انت قلت، مع احترامي طبعا تقدير الثنائي اسوان، ظروف خارجه عن ارادتنا بشكل كبير جدا. سواء من التدخلات اللي اثناء المباراه او من الغيابات قبل المباراه. انا رحت يا ميدو المباراه، رحت نادي الزمالك، لقيت 11 لاعب مصاب، 11 لاعب مصاب، مش هزار، بجد اقسم بالله 11 لعيب، وكلهم لعيبه كانوا بيلعبوا صفه اساسيه مع كاترون. بتتكلم في شرقي، بن شرقي، بتتكلم في تاسي، بتتكلم في عبد الله جمعه، في عبد الشافي، في اوبانا، في حازم امام، في كاسونجو، زيزو، كل دول اصابات. يعني انا ما رحت ما لقيتش غير الولاد اللي لعبوا ماتش اسوان، وبالتالي كان ماتش اسوان تغيير اضطراري او تشكيل اضطراري بالنسبه لي. ما كنتش لاقي حد، لدرجه ان انا كلمت مع دكتور اسامه وقلت له يا دكتور اسامه لازم حازم وكازونج يبقوا موجودين معايا. قال لي يا كابتن لسه في المراحل النهائيه للاستشفاء، ما ينفعش ان هم يكونوا موجودين. قلت له لا، ما اقدرش، طالما هم نزلوا او نزل كازونج كان معايا الصبح، تمرينه الصبح اللي هي يوم المعسكر، وحازم كان معايا قبلها بيوم. قلت له لازم يخشوا الاثنين، بس مش هلاعبهم غير لو الظروف حكمت. وبعض الناس لانت عليا ان انا قعدت كازونج وحازم ولعبت الولاد الصغيرين. القصه يا ميدو في مباراه اسوان، انت كنت مجبر على حاجات لازم تعملها، ما كانش عندك خيارات. لان النهارده بتتكلم في 11 لاعب مصاب، الاثنين اللي بره دول سواء كاسونج او حازم انا خدتهم يعني عن غير رغبه الدكتور، وهم نفسهم كانوا قلقانين الولاد الاثنين، لكن انا شجعتهم وجبتهم معايا. مش معقول انا هقعد كاسونجو وحازم وهم جاهزين وهلعب فين او صد من اللعيبه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حازم من 15/8 يا ميدو ماتش الاتحاد السكندري تفتكر تقريبا 15/8 حاجه كده، لغايه 18 ايه؟ كان عنده اماميه. برافو عليك. لغايه 18 اللي هو يوم مباراه اسوان ما اشتغلش غير تمرينه واحده. طب هل ممكن انت كمدير فني كبير يا ميدو تشركه تلعبه؟ صح. لا لا، لازم ان هو تدريج يعني. كاسونجو نفس الكلام، وبالتالي انا يمكن اخرت نزولهم بشكل كبير جدا حفاظا عليهم، لان انا بشتغل في اتجاهين يا ميدو. الاتجاه الاولاني هو الحفاظ على المركز الثاني، والاتجاه الثاني تجهيز اللعيبه اللي لبطوله افريقيا. الفتره انا قاعدها على الاقل، قاعد يوم يومين ثلاثه الله اعلم، اسبوع الله اعلم، بس لازم تمشي في الخطين متوازي، ما ينفعش ان انا افرط في حاجه. وبالتالي النهارده دخلت بن شرقي عشان يجهز، دخلت اوباما عشان يجهز، عبد الله جمعه عشان يجهز، في لعيبه كتير، عزيزه، في لعيبه كتير 60% من قدراتها البدنيه فقط. ليه؟ لان ما ينفعش خلاص، احنا هنلعب كمان ماتشين والناس هتسافر يوم، المفروض المباراه بعد 20 يوم يا ميدو، النهارده 19 يوم بالظبط هتلعب سيمي فاينل افريقيا. وبالتالي انت لازم تمشي في الخطين دول، فالناس لازم تبقى عارفه انها بحافظ على اللعيبه المقيده افريقيا بشكل كبير جدا، وبحاول ان انا اجهزهم بدنيا ونفسيا وفنيا عشان مباراه افريقيا، وفي نفس الوقت برضو ندي فرص لبعض اللعيبه بما ان المركز الاول خلص يعني.
بس ده الهدف اللي موجود عندنا. كابتن طارق، هل في اتفاق مع المستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره ان انت لو الامور ماشيه كويس، ولو الناس لقت ان انت حضرتك في سيطره تامه على الفريق، وان انت راجل الفريق بيأدي بشكل كويس تحت قيادتك، وحضرتك طبعا مدرب عندك خبرات كبيره جدا واشتغلت لسنوات طويله سواء في نادي الزمالك كمساعد او مدرب عام او مدير كره في وقت من الاوقات، واشتغلت مدير فني في انديه مختلفه واثبتت نجاحك في مع انديه مختلفه، هل في اتفاق ان انت لو الامور مشيت بشكل كويس ان انت ممكن انت تكمل الفتره الجايه وتخوض مباراه السيمي فاينال وانت اكتر واحد ممكن تكون عارف ظروف الفريق بشكل جيد؟ والله يا ميدو احنا ما تطرقناش للموضوع ده تماما. هم قالوا لي يا كابتن طارق انت الراجل كارتيرون مشي، انت هتمسك ومعاك جهاز مين؟ قلت لهم الجهاز اهو. قالوا لي خلاص اوكي توكل على الله. ما اتكلمتش بقى مستمر مش مستمر. طب هل بتأمل؟ يعني ما فيش حد ما عندوش طموح ده يا ميدو. انت احنا كلنا الحمد لله، يمكن جمال حمزه كان معانا في بطوله 2002 مش كده يا جمال ولا ايه؟ اه كابتن، لما عرف انا لعبت الرجاء وانا كنت مدرب مع الكابتن محمود سعد ومستر كبرات، وعندنا الحمد لله خبرات افريقيه، ولو طلب مني ان انا اكمل لغايه البطوله الافريقيه ما عنديش اي مشكله ولا اي غضاضه، لان انا اللي بدات البطوله دي خلي بالك الحمد لله انا اللي بادئها. يعني انا اللي جهزت الفرقه ولعبت ماتش دي كده لو تفتكر الدور ال 14. اه طبعا وجي ميتش وخد اللقاء الاياب، انا لعبت الاياب وهو جه خد اللقاء الذهاب، والحمد لله ادينا اداء جيد وعملنا ماتش كويس، وعندي خبرات لعبت في افريقيا سواء منتخب سواء في نادي الزمالك، وحصلت على بطولات هنا وبطولات هنا، فالخبرات موجوده. انما ده راي مجلس الاداره لابد ان هو يحترم، وهم اللي شايفينه هم يعملوه، انا ما عنديش اي مشكله. لكن لو طلب مني تسالني، لو طلب مني ان انا اكمل لغايه البطوله الافريقيه لغايه ما يجي مدرب انا ما عنديش اي مشكله خالص، وعندي الحمد لله بفضل الله من الخبرات ومن الحكمه ان انا اشتغل مع اللعيبه بشكل جيد، لان اللعيبه دي انا اللي استقبلتها في بدايه الموسم. خلي بالك يعني اول واحد استقبل بن شرقي وساسي والناس دي كلها، انا اللي استقبلت الناس دي كلها في اول الموسم. ماتش اللي قضاها كانت اول ماتش اول مباراه في الموسم خلي بالك لو تفتكر. بس قصه ما في ايدي مجلس اداره تحت امرهم في اي حاجه، والحمد لله ميدو الواحد لما بيطلب منه حاجه زي اي حاجه في نادي الزمالك، راجل زملكاوي وجمال زملكاوي والحضر اهلاوي زملكاوي، الانديه دي ليها فضل عليك، فلما بتيجي تتزنق في وقت معين ما انت مش هتقول لها لا. لا طبعا يا كابتن، هو على حساب مصلحتك طبعا طبعا. هل انت حاسس يا كابتن طارق معلش، هل انت حاسس ان انت في وقت من الاوقات بتدفع ثمن اخلاصك لنادي الزمالك في كل الاوقات؟ هل انت حاسس ان انت عشان انت على طول راجل متاح بالنسبه للمسؤولين بتوع نادي الزمالك، ان انت راجل تحت امر نادي الزمالك زي ما بيقولوا، هل حاسس ان انت بتدفع الثمن ده في بعض الاوقات مع بعض من او شريحه معينه من الجمهور؟ هو للخبثاء يعني للخبثاء انت كلامك مظبوط، لكن اللي بيحبوا النادي وعارفين طارق يحيى وعارفين ميدو وعارفين الناس كلها وجمال وعارفين كل الناس اللي لعبوا في النادي وعارفين اخلاصهم للنادي، اكيد تفسيرهم للعلاقه بينه وبين النادي مختلفة تماما عن الناس اللي هم الخبثاء. الخبثاء دول اللي هم مش عايزين نادي الزمالك يبقى كويس، وبالتالي يقطعوا في طريق يحيى ده تعالى يا عم مش عارف ايه ده زوجي ده مش عارف ايه، الكلام اللي بيتقال ده كله. لا بس احنا ردينا كابتن طارق، كابتن طارق يعني انا اسف ان انا قاطع حضرتك، معرفش حضرتك حد قال لك ولا لا، لكن انا رديت على الكلام ده وقلت ان اي حد يقول ان طارق يحيى مع الاحتفاظ بالالقاب، طبعا اي حد يقول على طارق يحيى ان هو راجل بياكل عيش والكلام ده ناس تعبانه، لان طارق يحيى راجل ابن من ابناء نادي الزمالك، وطبيعي لما يطلب في اي منصب وفي اي مسؤوليه هتخدم نادي الزمالك طبيعي ان هو اول واحد ان هو يكون موجود ويقول انا تحت امر نادي الزمالك. فاحنا رضينا في لما طلب منك وانت ميدو وانت اسم كبير في عالم كرة القدم ما شاء الله واحترفت وأندية كبيرة جدا، لما اتطلب منك تمسك قطاع الناشئين في الزمالك قلت لا. لا لا امسكها. لا. قطاع الناشئين. لا وبنعمل إيه؟ والناس لأن ميدو إضافة. لا يعني الناس بتاخدها إيه؟ بياخدها إن هو إيه يعني سبوبة، لكن هو أنا عايز ميدو يفيدني في قطاع الناشئين، عايز طارق يفيدني في الفريق طارق والناس كمان حمزة عايز والناس ما تعرفش. أنا بقول لك الناس العقلاء اللي هم الناس المحترمين
هم اللي بيفسروا الكلام زي ما انت بتقول، لكن في ناس ثانيه بتروح والناس ما تعرفش يا كابتن طارق ان احنا لما بنعمل حاجه زي كده بنعملها بحب وبنعملها بدون حسابات، كانك بتعمل حاجه فعلا بالظبط. مثلا انا بقول مثلا ايه لابوك وامك، او بتعملها لاخواتك، او بتعمل ان مولات الزمالك ده بيتنا فكانك بغير اي حسابات يعني. المهم بس احنا عايزينك ترجع للاستوديو عشان عشان الترند كده بقاله فتره كبيره مش لا هو خلي بالك بس خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه، هو برضو انا عايز انقل لك احساس لكابتن طارق، انا بحط نفسي مكانه. لا ده طبيعي لينا لا كلنا. لا وانا عايز انقل لك احساس مهم، كابتن طارق دلوقتي وهو قاعد على الكرسي طبيعي ان هو بيتمنى ان هو يبقى على الكرسي ده او الهوت سيت اطول فتره ممكنه، اكيد طبعا لغايه لان ده حلم وطموح. انا اول حاجه بس للكابتن طارق ومن يعني احنا دلوقتي هو مدير فني نادي الزمالك ووقت الماتش بين الفتره اللي جايه مش هقول، لو نادي الزمالك ما هيجيبش مدير فن اجنبي فاسرع ما يمكن انا عندي ثقه ان الكابتن طارق يمسك، لان هو عارف كل اللعيبه دلوقتي، هو موجود معاهم، هو في المطبخ وعارف كل اللعيبه، عارف اللعيبه مين المصاب، عارف مين اللعيبه اللي محتاجه تريح ومحتاجه تاني تشتغل على نفسها تاني عشان يوصل للهدف اللي هو بطوله افريقيا. لو المجلس اداره نادي الزمالك ما هيجيبش مدير فني فاسرع ما يمكن انا من وجهه نظري هو كابتن طارق هو اللي يدير ويبقى هو موجود مع اللعيبه عشان اللعيبه تبقى مستقره، عشان تبقى لعيبه مستقره. اما دلوقتي انت عارف اللاعب المصري شويه دلع وشويه ولا قاعد ولا مين جاي، مين من في مدير فني اجنبي جاي ولا لا، اجنبي جاي ولا لا، في مدير مصري فني في مصر هيبقى موجود ولا لا، الكابتن طارق هيمشي ولا لا. بس انا بقول لو في خلال الاسبوع ده ما فيش مدير فني موجود اجنبي، الكابتن طارق هو اللي يشتغل ويديله الثقه ويديله الدعم، ويبقى كل جمهور نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك واللعيبه كلها طارق الكابتن طارق. طب كابتن طارق معلش، في حاله ان مجلس الاداره خد قرار ان كابتن طارق ان الوقت ضيق وكابتن طارق هو اللي هيخوض معترك افريقيا والمباراه بتاعت السيمي فاينال بتاعت افريقيا، هل حضرتك شايف ان انت محتاج دعم في حته معينه في جهازك او في منصب معين في جهازك عشان تقدر ان انت تبقى داخل المباراه دي بفول باور، ولا انت الناس اللي شغاله معاك انت حاسس ان ده يعتبر مش عدد كافي هو ده المظبوط ان انت تقدر ان انت تخش بيه الفتره القادمه؟ لا خالص يا ميدو، الحمد لله يعني الجهاز المعاون اللي معايا على كفاءه عاليه والناس دوليين ولعبوا للنادي واخلصوا للنادي كلهم على مستوى عالي ومستوى فني محترم، مدحت اشتغل معايا قبل كده وايمن طبعا. على فكره كان شغال معايا في ماتش افريقيا قبل كده، بدا معايا برضه افريقيا وبعدين كمل مع ميتشو شويه. لا بالعكس يعني الناس على مستوى كبير وبثق فيهم ثقه عمياء ولو طلب مننا الكلام ده ميدو احنا خدامين نادي الزمالك وبشكر حضرتك طبعا على كلامه اللي هو قاله وجمال، لان احنا اولاد النادي، فلو طلب مني ان انا اكمل انا ما عنديش اي مشكله خالص اكمل، لو طلب مني امشي امبارح همشي امبارح، القصه يعني فيها كل الرضا الحمد لله وراضي تماما عن اي منصب باخده في نادي الزمالك ببقى انا مبسوط بيه وسعيد بيه ميدو، لان الواحد بيبقى في بيته تحس انه من زمان انت قلت يعني. فربنا يوفق ان شاء الله، اهم حاجه نادي الزمالك يبقى كويس مع طارق بقى مع غير طارق دي مش قصه، المهم نادي الزمالك يبقى كويس وعلى مستوى فني كبير ويرضي جماهير ويرضي طموحات جماهير ومجلس ده. طيب كابتن طارق النهارده كانت مواجهه رضا عبد العال، هل انت شايف ان رضا عبد العال سبب لك مشاكل في الملعب من الناحيه التكتيكيه ومن الناحيه وفي مواجهه النهارده، ولا كانت مواجهه عاديه جدا زي اي مدرب تاني؟ لا يمكن يعني الشوط الاول الحقيقه كان فيه برضو بعض الهجمات المرتده كانت منظمه بشكل كويس، رضا طبعا عاملها، مع ان انا نبهت على فكره قلت لهم عندهم احمد فهمي وعندهم قنش وعندهم الالفي حتى انا اتفرجت على ماتش الاخير بتاعهم بتاع مصر وانا عارف احمد فهمي عارفه كويس، ان انا لعبت يعني السنه اللي فاتت مع طنطا والسنه دي مع الجيش كنت عارف ان عندهم لعيب كويس سريع جدا سريع قوي اطراف سريعه، فانا ركزت عليها في المحاضره ويمكن هم استغلوها في بعض الاحيان في هجمات الشوط الاول لما كان في نوع من الناحيه البدنيه العاليه عندهم، لكن لما بدا البدني يقل عندهم شويه وده وضع طبيعي في فارق ما بين الزمالك والطنطا في الناحيه البدنيه بدات الخطوره تقل وبدانا احنا نضغط وبدانا نشتغل بشكل جيد يعني، لكن هو عموما اكيد طبعا هو سبب قلق في الشوط الاول ما فيش شكل، لكن الشوط الثاني كانت الامور محسومه لحد كبير
وان كنت زعلت ان الهدف اللي جه ملوش اي معنى واي لازمه، لكن اهو خطا بقى وخلاص ودي الحمد لله على كل حال. كابتن طارق، ممكن اخد على لسانك تصريح يعني، واسف ان انا طولت عليك. طارق يحيى حال بقائي مديرا فنيا لنادي الزمالك حتى نهاية البطولة الأفريقية أستطيع الفوز بهذا الفريق ببطولة أفريقيا أبطال الدوري؟ نعم. بص يا ميدو، احنا بص أقول لك الحاجة، أنا أعوذ بالله من كلمتين، احنا كنادي الزمالك بجماهيره بلاعيبته بإدارته نستطيع الفوز بالبطولة، مش طارق يحيى لوحده، كلنا مع بعض كده نتكاتف ونتعاون، سواء بقى طارق موجود أو مش طارق موجود. نادي الزمالك انت قلت امبارح، انا سمعت نسبه الفوز بالزمالك بالبطوله اعلى من الاهلي والرجاء والوداد، انا سمعتك امبارح اعتقد امبارح ولا اول امبارح وانا قاعد كده بتفرج بالتلفزيون، انت قلت امبارح ان نادي الزمالك يمتلك تيم يستطيع الفوز ببطوله افريقيا، وان شاء الله باذن الله نفوز بيها سواء انا موجود او مش موجود، باذن الله نادي الزمالك هو الافضل، وان شاء الله باذن الله نفوز بهذه البطوله، انها يعني لو الولاد دول لو الجيل ده او المجموعه اللعيبه دي حققت البطوله دي هيبقوا عملوا كل حاجه لجماهيرهم، واخدين سوبر افريقي، سوبر مصري، كسبانين الاهلي في الدوري، واخدين بطوله دوري الابطال، لا بيبقوا عملوا كل حاجه هذا الموسم، وده تتويج ليهم وتتويج لادارتهم وتتويج لجماهيرهم للمسانده اللي بيلاقوها من جماهيرهم باستمرار. فانا اتمنى من كل قلبي ان شاء الله باذن الله ان احنا نفوز بهذه البطوله سواء بقى انا موجود او مش موجود، لان البطوله دي تتويج لمجهود كتير جدا جدا من العاملين داخل نادي الزمالك، من اداره برئاسة المستشار مصطفى منصور، او من جماهير داعمه، او من حتى فنيين اشتغلوا، ومن علاج طبيعي وعلاج وعاملين وعمال غرم ملابس، كل انت عارف ميدو المنظومه كلها طبعا. لما بتفوز ببطوله بيبقى ليها يعني ايادي بضاعه لهذه البطوله. اتمنى فوز الزمالك البطوله ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله الزمالك يفوز بيها باذن الله. كابتن طارق الف مبروك، وان شاء الله بتمنى لك التوفيق، وعايز اقول لك ان احنا كلنا بنحبك وجمهور الزمالك بيحبك فرفش، وان شاء الله اللي جاي افضل. جميل، وانت انت يعني انت عارف انا بحبك قد ايه، ربنا يخليك. انت اللعيب عندي انت وجمال حمزه حبيبي يا ايدر، وانا يعني كنا بنكسبك ماتشات، كنا بنكسبك ماتشات. لا انا بتكلم عشان انا كنا بنكسبك ماتشات. ثواني لا ثواني بس، انا مرنت ميدو وجمال حمزه الاثنين في فرقه واحده، كان جمال 14 وميدو 12، فكان ميدو يا عيني بيلعب الساعه 10 الصبح ويلعب معايا الساعه 3 الظهر. ما لعبتش بقول لك كابتن، ما لعبتش قدام عصام. انما انت حاضر بقى كابتن. كابتن طارق، كابتن طارق ما لعبتش قدام عصام؟ انا ماتش كده في الكاس كده ما تعرفش تعمل اوفر، والله كنت هطلع امسكه اصلا ما تفكرش. لا لا كابتن طارق كان جامد، لا كان بيعمل كرانر جامد وفاولات مباراه كنت شكرا. حاضر انت عارف انت بس خلاص، انت كنت بتعمل ايام الكابتن شوير بس عارف انت. كابتن طارق الف مبروك كابتن، نشوفك على خير ان شاء الله بالتوفيق. الله يخليك، كتر خير الله يخليك. يعني والله بص كابتن طارق راجل جميل صح، الوضع طبيعي ميدو، احنا يعني هو مضغوط طبعا اكيد مضغوط، بس انت لو ما بتبقى يعني